احنا هنبتدي النهار فيديو صغير جدا، هنقول يعني زي ما نقول كده ايه، ماذا يحدث وعندها ماذا ما رد الفعل. بمعنى لما نشوف مثلا عمرو جده اهو نشر فيديو حصل فيه حاجة غريبة، نشوف ايه هي الحاجة الغريبة في الأول اما جده كان بيصور ولا بيزو كان بيصور فيديو. نتفرج مع بعض او نسمع مع بعض. اسيبكم مع السماء. يا ابني يا ابني ارحم الاوضه من الحر، اطلع من الباب عارف هو ولع. طبعا زيزو العقرب قفشه، فلما زيزو العقرب قفشه قال لك لا ده مش صوت امي، ده مش صوت امي. فكان رد فعله مع امه هنشوفه مع بعض دلوقتي. نشوف بيزو راح قال ايه لامه لما زيزو العقرب قفشه بصوت امه. نشوف مع بعض. ده انا هنيجك يا بنت الوسخة،